السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في حصص التربية الإسلامية للأسبوع لهذا الأسبوع. أحبائي، كانت هناك حصتان الأربعاء والخميس. الآن سأتكلم عن حصة الأربعاء 20 رمضان 1441 هجرية 13/5/2020. طبعا مادة التربية الإسلامية درسنا هو لهذا الأسبوع الصلاة على النبي. طبعا أنا معكم ماما فاطمة. سنعيد ونكرر قواعد التعلم عن بعد أحبائي. 1- عدم مقاطعة المعلم بأي شكل واتباع التعليمات، التفاعل الإيجابي، الالتزام بالوقت المحدد، عدم فتح الكاميرا أو تصوير الشاشة، عدم فتح الميكروفون بدون إذن المعلمة، الجلوس بشكل صحيح. الآن من أنا؟ هناك تمهيد لهذه الحصة. يا ترى عن من نتكلم نحن هنا؟ ولدت يقول: من أنا؟ ولدت يتيما في مكة عام الفيل من قبيلة قريش. أنا آخر الأنبياء والرسل، رسالتي هي الإسلام، كتابي هو القرآن الكريم. الكريم من سمع اسمي وصلى علي، البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي. إن الله وملائكته يصلون علي. من أنا؟ أحسنتم، أنه أنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن درسنا اليوم هو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما هو الهاشتاج لهذا اليوم؟ هاشتاج نواتج التعلم ستكون على النحو التالي: قراءة الحديث الشريف، استنتاج ما يرشد إليه الحديث الشريف. الآن سوف نقرأ هذه الآيات لنتعرف من هم الذين صلوا على النبي قبل كل البشر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. إذن أول من صلى على النبي هو الله سبحانه وتعالى. الله بجلالته وعظمته وقدرته صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صلت عليه الملائكة، ثم أمرنا الله سبحانه وتعالى لجميع وقال: أيها المؤمنون، صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وسلموا عليه تسليما. إذن بماذا يأمرنا الله في هذه الآيات؟ انتبهوا يا أصدقائي، نعم إنها بالصلاة والسلام على النبي. كيف نصلي على النبي؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتبهوا يا أصدقائي، الآن سأقرأ لكم الحديث الشريف. نعم لقد كنتم معلمون جادون ومتميزون، أحييكم. والآن استمعوا إلي. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إذن المعنى العام وما يرشد إليه الحديث الشريف هو أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وضرورة الصلاة على النبي عندما يذكر اسم النبي أمامنا. أحسنتم يا أصدقائي، أفهموا المعاني القرآنية الجديدة، انتبهوا إلي. البخيل إذن من يمسك عن العطاء، من يجمع المال ويمسك عن العطاء، من يجمع الأخلاق ويمسك عن العطاء، من يجمع العلم ويمسك عن العطاء، كل هؤلاء هم بخلاء. وهنا البخيل الذي إذا سمع اسم الرسول ولم يصلي عليه. ذكرت عنده أي ذكر اسمي أمامه، أي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يصلي عليه أي يذكر
عفوا يذكر الصلاة على النبي بأي صيغة كانت. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك على سيدنا محمد، اللهم صلى الله عليه وسلم، بأي صيغة تروها مناسبة. إذن هذه هي المجموعات، وأيضا قد بدأنا الأنشطة، وقبل الأنشطة هناك تطرأنا إلى سؤال التفكير الناقد، وكانت هناك الطالبة ألين، وهي من قالت لنا سؤال التفكير الناقد: ماذا لو ذكر اسم النبي ولم نصلي عليه؟ طبعا هذه الإجابات عليكم، كل واحد يجيب بالإجابة الصحيحة كما أجبتوني في الحصة. ننتقل، أحسنتم وهذا الوجه يحييكم. الآن ننتقل إلى الأنشطة ونشاط المجموعة الأولى. اقرأوه جيدا وأجيبوا عليه، اقرأوه جيدا وأجيبوا عليه. عندما نذكر اسم الملك جبريل نقول عليه، عندما نذكر اسم النبي نوح نقول عليه، عندما يذكر اسم النبي محمد نقول. أفضل صيغة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي. إذن انظروا إلى الإجابات، هنا يفكر وثم يجيب، هنا يفكر ثم يجيب. إذن سأدلكم على أفضل صيغة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونقولها في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، انتبهوا إلي إنك حميد مجيد. إذن المجموعة الثانية: كنت في مجلس وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا عليه، فماذا تقول؟ أقول: صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الأصدقاء ذكر اسم النبي ولم يصلي عليه، بماذا تذكرهم؟ أذكرهم بضرورة الصلاة على النبي لأن لها فضل عظيم. السؤال الثالث: ذكر اسم النبي محمد فقالوا عليه السلام، أذكرهم بقول صلى الله عليه وسلم. وننتقل الآن، أحسنتم، ننتقل إلى المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة: من هو راوي الحديث الشريف؟ راوي حديث الصلاة على النبي هو، نعم هو، نعم فكروا جيدا، فكروا، العلي بن أبي طالب. من ذكرت عنده ولم يصلي علي يسمى البخيل. عندما يذكر اسم النبي أمامي أقول صلى الله عليه وسلم. أصدقائي، والآن هذه قبلة مني لكم جميعا، والآن إلى التقييم النهائي على برنامج كويزز. الآن هناك دقيقتان أجيب على هذا البرنامج كما أجبتم عليه في الحصة، وكانت التقييم فوق 93%، إذن أجبتم عليه بشكل ممتاز. شكرا لكم أصدقائي، والآن أصدقائي الطلبة ننتقل إلى حصة يوم الخميس التي قدمتها لنا فاطمة، المعلمة فاطمة، وكنتم جميعا في الحصتين، وجميع الحصص معلمون متميزون. الخميس كان اليوم 21 رمضان هجري، من رمضان 1441 هجري، 14/5/2020. طبعا ما زلنا في درس الصلاة على النبي، وطبعا لطلبة الصف الثاني وماما فاطمة قواعد التعلم أخذناها وقرأناها في بداية الحصة، وسنبدأ في لغز وتفكير الناقد. وشغلوا ذكاءكم، ما الصلاة التي تكون بدون وضوء؟ هيا يا أصدقائي، نعم لقد أجبتوني جيدا، إنها الصلاة على النبي. أشعر لكم بمزيد من الثقة، أحسنتم. نواتج التعلم لهذا اليوم الخميس: هنا سنذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنسمع الحديث الشريف. ننتقل الآن يا أصدقائي
إلى قراءة الحديث الشريف عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هيا بنا ما يرشد إليه الحديث الشريف. نعم، أجبتم بشكل صحيح، ضرورة الصلاة على النبي عندما يذكر اسمه. الآن أعزائي انتبهوا إليه، المعاني قد أخذناها في الحصة السابقة وسأذكركم بها فقط للذكرى. نعم، انتبهوا الآن، كان هنا دور المعلمة دانا وقد أحسنت دورها بشكل رائع. دانا لك كل التحية، دانا أحسنت وإنك أتمنى أن تكوني قيادية ناجحة. دانا، الأوقات التي تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كما قالت لنا دانا، هي وأجبتم عليها أنتم، والآن أريد الإجابة قبل ظهور الإجابات. نعم، هي بعد الأذان يوم الجمعة. أيضا الآن سنلخص فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: مضاعفة الأجر والثواب، الشفاعة يوم الدين، التقرب من الله، إنها سبب لإجابة الدعاء. أصدقائي، الأوقات، جميع الأوقات، أذكركم بجميع الأوقات هي فضيلة للصلاة، وأوقات فضيلة للصلاة على النبي، ولكن نخص بالذكر يوم الجمعة لأن الملائكة كلها مجتمعة، وأيضا بعد الأذان لأننا نتشاهد ونحيي ونسبح، فهذه الأوقات دائما نحن مجتمعون فيها مع الملائكة بإذن الله تعالى. ما هي الفضائل كما قلت لكم؟ وأيضا هناك إنها سبب لدخول الجنة، إنها كما قلنا سبب لاستجابة الدعاء. عندما نريد أن ندعو ونرفع يدينا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السماء، يجب علينا قبل الدعاء حتى يستجاب أن نحمد الله وأن نذكر اسم الرسول: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الحمد لله ثلاثة والصلاة على النبي ثلاثة، ثم نطلب الدعاء من الله، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيستجيب الله لنا، وبعد ذلك نؤمن على الدعاء، أي اللهم آمين. ننتقل إلى دور عبد الله خلفان، ولكن أشرت إليه ولم يكن موجودا معنا، أكيد عنده العذر، وانتقلنا إلى أستاذ أو أستاذة أخرى، ولكن أريد أن أكمل وقد كملت معنا، وأريد أن أكمل معكم الآن. الآن هذا هو حديث آخر يدلنا على يا ترى ماذا. هيا معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. إذن انتبهوا، الحسنة بعشر أمثالها. صليت مرة فلي مضاعفة أضربها بعشرة، وهنا وصلنا بالرياضيات وربطنا بالرياضيات. أيضا صلينا مرة حط الله عنا عشر خطيئات، يعني مسح لنا الله عشر ذنوب، ورفع لنا عشر درجات. هيا إلى الإجابات الصحيحة، اقرأوها جيدا أصدقائي واحفظوها واعملوا بها. ليس من الضروري أن نحفظ، وإنما علينا العمل أيضا. الآن ننتقل إلى الأنشطة، وهي المجموعات التي عندكم تعرفونها وأصبحتم تعرفون أسماءكم من خلال المجموعات. هنا سنصل الكلمة بالمعاني من خلال الحديث الشريف. هيا اقرأوا جيدا ثم صلوا، وهنا ننتقل إلى المجموعة الثانية والثالثة ونختار الإجابات الصحيحة. تشاركوا فيما بينكم. هيا ستظهر الإجابات، أحسنتم يا أصدقائي. ثم انتقلنا في نهاية الحصة الثانية على برنامج كويزيز، هناك تقييم بنائي لجميع الطلبة، وكان التقييم أيضا فوق الاثنتا وتسعون بالمئة
فوق 90% وفوق 92 و93%. إجاباتكم متميزة. أستودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. أرجو حفظ الحديث الشريف ومتابعة أسئلة الكتاب. أرجوكم يا أصدقائي وأرسلوا لي على الواتساب فأنا معكم دائما. أنا معلمتكم ماما فاطمة بإشراف الأستاذ ميسر رئيس القسم. أستودعكم وأضعكم في حفظ الرحمن.